السياسيه اتركنا من تشرين. اليوم الكتله الفائزه الاولى بالانتخابات اللي كانت تمتلك 73 مقعد، الكتله الصدريه، زين، الكتله الصدريه، والتي استطاعت ان تشكل اغلبيه، تحالف اغلبيه، التحالف الثلاثي بينها وبين السياده والبارتي، هل استطاعت ان تغير المعادله السياسيه؟ لم تستطع ان تغير يعني شوف انت مع هذه من القوه، من القادر اذا دكتور ليث على تغيير المعادله السياسيه طالما المشكله في المعادله بالكامل؟ نعم، المشكله في المعادله السياسيه، لذلك نحن نقول ان اي حوار اليوم لا يتعلق بالمعادله السياسيه سيكون فاشلا. الحوار اليوم الذي دعا اليه السيد الكاظم او المبادرات التي دعا اليها مثلا السيد برزاني او اي مبادرات اخرى، مبادرات حوار اخرى، لن تنتج شيئا جديدا، وستدور في قلب المعادلة السياسية، وراح يتحدثون يا أما محاصصة يا أما توافق يا أما وزراء يا أما إلى آخره. وبالتالي هذه القوة السياسية المتصارعة اليوم لا تحمل مشروعا واضحا. ما يعني الآن ماذا يعني يحمل مثلا الإطار من مشروع؟ من أقول الإطار ما قصدي فقط الإطار القوة القطب الصراع مع السيد الصدر، كل الإطار، كل الإطار بما هم فيه كانوا يعني حتى مشروع الآن حماية الشرعية وحماية الدستور دكتور ليث. يعني هي الابتسامة، تتصور مثل هذا الحديث يقنع الجماهير؟ يعني مو أي شرعية يحموها مثلا، أكو واحد يحمي الشرعية، يحمي الدولة باللا دولة، كيف يعني كيف تحمي الشرعية بميليشيات، بتأسيس يعني بتأسيس سلاح خارج الدولة؟ وين بس السلاح؟